حالات طبية إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة من بينها جمهورية الكوت ديفوار وساحل العاج بهدف مواكبتها في جهودها للتصدي للوباء. يوسف الحميدي. منسب هو الجسر التضامني المغربي إلى الأشقاء الأفارقة. كوت ديفوار كانت أمس محطة لطائرة مغربية تحمل أطنانا من اللوازم الصحية لمواجهة جائحة كورونا. الأشقاء يقدرون المبادرة حققت بها. الكوت ديفوار وعلى رأسها الرئيس الحسن وترى ممتنة جدا لجلالة الملك محمد السادس الذي جسد على أرض الواقع من خلال هذه المبادرة عمق الصداقة بين البلدين. هذا المبادرة ديال صاحب الجلالة نصره الله كتؤكد مرة أخرى على التزام ديال المغرب على التعامل جنوب جنوب أو تطور العلاقة جنوب جنوب. صاحب الجلالة نصره الله تكلم مع السيد الرئيس وطار هذه بضعة أسابيع، واليوم هذا تكريس هذا الاتصال وتنزيلي على أرض الواقع، وحنا اليوم جد فخورين بدولتنا المغرب وطبعا بصاحب الجلالة نصره الله وإياده. أكثر من 15 بلدا إفريقيا وصلتها المساعدات الطبية المغربية، وهنا في كوت ديفوار وعلى غرار باقي الدول الإفريقية الشقيقة لا صوت يعلو على صوت العرفان للمبادرة الملكية.